أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة مع حفظنا لسورة فصلت. في هذه الحصة نتعلم بمشيئة الله عز وجل من الآية الأولى إلى الآية رقم 23 من نفس السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن نعود من أول السورة ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قل
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مرة ثالثة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قول. وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ثم استوى تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين ثم استوى إلى السماء وهي فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها أقواتها في أربعة أيام سواء استوى إلى السماء وهي وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين من أول السورة حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبين حجاب فاعمل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن
فطرنا سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وحفظ وحف بالفاء مش بالظاء، ما عندناش ظاء في العربيه كما تعرفوا، وحفظ بالفاء فاء ساكنه يجري معها النفس، وحفظ مش وحفظ وحفظ لا وحفظ. نعاودوا هاي ان السماء الدنيا بمصابيح تمام فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا فأما عاد
فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وكانوا بآياتنا يجحدون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون بالوصلين فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا
كانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا الغنى انتبه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا نعم بالوصل لا يعودوها وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون قول يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم مما تعملون وما كنتم تستترون
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين يستعتبوا فما هم من المعتبين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ثم شكون يقول المعتدين معتبين رد بالك معتبين بالباء مش بالدال فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين زيد فإن يصبروا فالنار فتح الله عليكم بارك الله فيكم ننتقل إلى القراءة الفردية التعليمية تفضل شعمنا يلا تفضل مرحبا خليهم مصحف قارة هنا تفضل ايه شلي يجي يقرأ منه أيوة بعدني كم جيب لنا مصحف سيلة سعادة تفضل خذ الميكرو باش نسمعوك الناس الكل ها هوكا صاحي قولي بسم الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم شوف سيدي اعطيكم نصيحه وقت اللي انا وقت قبيلك نلقن فيكم في الايات تخزرني القران مشافهه المشافهه لازم تشوف كيفاش ننطق الحروف تخزرش المصحف وقتاش تخزر له المصحف كيفاش تقرا توا اما وقت اللي انا نلقنكم خاصه الجماعه الجدد ما تقعدوش تخزروا المصحف لا انا باش نقرا الايه شوفني كيفاش ننطق كيفاش ننطق السين كيفاش ننطق الصاد كيفاش ننطق حرف الزاي حرف الذال حرف الضاد حرف الظاء هذه حروف مهمه ياسر اما كي تقعد تخزر كلمه المصحف من بعد كي تجي تقرا باش تلقى الاحكام كلها مخطئه واضح يلا سيدي قول ما لحل التلاوه قول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا هاي بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الحام اعطيوها حركتين فقط ما نزيدش ما نقولش حا ولا ثلاثه هذوما هي تمد حركتين حاميم الميم سته والحاء اثنين هاي قول حاميم زيد زيد وين ست حركات حاميم
حاء شمسي حاء حركتين حاء ميم حاء ميم تنزيل الشاء تنزيل ريت تنزيل النون في المصحف عندك فوقها السكون وإلا ما فهمت السكون لا لا النون حرف النون فماش حركة فوقها زعما نساوي السكون مش حطوها لا ما نساوش هذاك حكم تنزيل مش معناتها يعني النون هذيك باش نخفيوها ما عادش نظهروها قولوا تنزيل تسمعوا فيها النون تن ما فماش نون مخفات مخفات تنزيل ما قولش تنزيل لا تنزيل النون مخفات ايوه اخفي عاد النون معطاها حركتين وغنى من الخيشوم تنزيل تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن آياته إذا ما عندكش نفس وأنت ما زلت جديد اقف على كل كلمة أي نعم مقام تعليم احنا تو أي كتاب فصلت آياته قرآن عربيا ما تزربش ما تجيبش صرصفهم كل ما عادش نجم نتبعك شوف قول هك قرآنا عربيا لقوم يعلمون هكذا نجم نتبعك ايوه واحده واحده قرآنا عربيا قولها قرآنا عربيا لقوم يعلمون تزربش لقوم اخذوني سيدي لقوم يعلمون لقوم يعلمون صحيح بشيرا ونذيرا قفة بشيرا اخذرني نصلح المقرأة أنا اخذرني لينا بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا فأعرض فآل فآل مرقب فاء والهمزة مرقب فأع اخذرني فأعرض أكثرهم اخذرني فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون يكفي بارك الله فيك كل مرة أيتين مع التركيز التام وتخزر لي تتحسن شوي بشوي مش الفايدة في الكم يكون برشا والأحكام نضيعها أحسن الله إليك أي اللي بعد يلا سريعا يلا سي معز تفضل هاي واللي بعده يكون حاضر عنا برشا تكرار السلام عليكم عليكم السلام مرحبا اهلا وسهلا الله يحييك شكون بعده قلوبنا هاتوا خليه بحذاك نعم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون وفي آذاننا وقر ومن ما تزربش ومن لا ومين ومي مش ومن من لا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم مش مثل مثلكم مي فرق بين مي ومي وبين مثلكم مثل ماهيش كسرة هي مثلكم مي مي نعتني بالحركات هاي قل انما انا بشر مثلكم مش مثلكم لو وين يضي ضمة مثلو الضمة هي لو ما هيش لو 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 مثلكم مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا واحد هنا حكم وويل للمشركين أي. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة بالآخرة راء ما يش بالآخرة فخم الراء لأنها مفتوحة أي. وهم بالآخرة وهم الميم عند الباء شو حكمها الميم عند الباء إخفاء مع الغنة إخفاء الميم مع غنة من الخيشوم قول بالآخرة راء 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 كافرون
مش كافرون، هذا ورش، رواية ورش هو يقول كافرون إرو يرقق لأن قبل الراء كسرة. قالون والرواية المقربة ولا حفص كل فخمه كافرون أرو مش إرو. يلا قول كاف. يعطيك الصحة بارك الله فيك. ننتبه للأحكام، مهم ياسر، مهم ياسر الأحكام. أي نعم يا مرحبا. الآية التي بعدها خذ المترو اللي بعده يتفضل بحذاه. يلا هاي هاو موجودة. قول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر. لا هنا لهم أجر مين وبعدها همزة حكمها الإظهار يعني ظهرها. لهم أجر، لهم أجر غير ممنون. صحيح. قل لا ما تشدش في اللام، معلش قل قل آئنكم قل آئنكم اخزر لي سيدي قل آئنكم قل آئنكم مش آئنكم مدها الهمزة الأولانية فهمت شو قل آئنكم قل آئنكم لا تكفرون مش لا تكفرون لا تكفرون أي كما هي مكتوبة اقرأها نفسك في يومين في يومين ما تشدش برشة الجيم علش وتجعلون قول وتجعلون له أندادا وتجعلون له أندادا أندادا قف وتنفس وخذ النفس بتاعك أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا مش فوق فوقها فوق الفاء مرقة والواو مرقة من فوقها وجعل فيها رواسيا فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها الدال مرقة وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء مد سواء أربع حركات سواء للسائلين سواء للسائلين للسائلين مد للسائلين كمل الآية التي بعدها ثم استوى كمل أكمل يا شيخ قل ثم استوى إلى السماء وهي دخان ثم استوى إلى السماء وهي مش وهو عاد وهي دخان اي فقال لا وللارض ائتيا طوعا او لا في عقلك فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها ها في عقلك قل فقال لها نعم فقال لها وللارض ائتيا طوعا ائتيا مثنى طوعا أو كرها طوعا أو كرها قال أو كرها إيه خذ نفس أو كرها أي قالتا أتينا قالتا مثنى الاثنين قالتا أتينا طائعين مد طائعين قالتا قالتا أتينا طائعين الله يفتح عليك بارك الله فيك مرحبا شكرا عليكم السلام يا هلا واصل المخير تحب تجيب البسمله ولا ما تجيبش التخيير هاي بسم الله الرحمن الرحيم لا مش في يومين مد المد الفادك فهمت في يومين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل وأوحى وأوحى في كل بعد شوي مكرو وأوحى في كل نعم وأوحى في كل سماء
لا هنا ما فماش غنى. سماء المد صحيح. إن بعدها همزة. سماء إن أمرها. إن أمرها. نعم. دنيا فيها مد. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وعشرا ذلك تقدير العزيز العليم. عزيز العليم الكسرة. ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا بعد شوية الميكروب تسمع روحك ونسمك. فإن أعرضوا الهمزة مرققة. فإن أعرضوا مش فإن أعرضوا واو الجماعة أعرضوهم. فإن أعرضوا فقل. فإن أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة. فقل إيش بعدها؟ أنذرتم صاعقة. مش أنذرت. شوف إيش مكتوبة. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذا جاء مش إذا ايوه إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. ومن خلفهم أظهر النون هنا عند الخاء. ومن خلفهم. ومن خلفهم ألا تعبدوا. ألا تعبدوا. ألا تعبدوا. ألا تعبدوا إلا الله. قالوا له شهر. لا ألا تعبدوا إلا الله. الآية طويلة عليك. كيف هنا؟ ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل الملائكة. لأنزل مش لأنزل الملائكة. لأنزل ملائكة. لأنزل ملائكة. لأنزل ملائكة. لأنزل ملائكة. فإنا غن ومد. فإنا بما. فإنا بما أرسلتم به كافرون. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. أول حصة به. داوم معنا وتتحسن الأحكام بإذن الله. الله يفتح عليك. يا مرحبا. أهلا وسهلا. عليكم السلام. نعم. يتفضل بحذاء. هاي. تفضل. لا ما قلش فاستكبروا. با فاستكبروا. با مرقة. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. 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 أي لها نوضحها عند الوقت. قوة. يجحد الجيل سيدنا مقلقلة. ما قلش يجحدون. لا يجحدون. كانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا مش فأر. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ريحا صرصرا. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام. صرصرا. صرصرا في أيام. لا كمش واصل. صرصرا. مش أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام. صرصرا في أيام نحسات. صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. كافي. مرحبا. اهلا وسهلا. اللي بعد وين؟ هاي تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمياء. لا
لا كيف يشعر؟ فاستحبوا شو بعدها؟ فاستحبوا العمى صلى الله عليه وسلم والعافية. مش العمى، فاستحبوا العمى، العمى بفتح العين. لا صاعقة، مش صاعقة، ربك الشكل لكم كلها. ونجينا الذين آمنوا الله يفتح عليك. أحسن ما شاء الله، جيد، يا مرحبا. نعم خلاص، مش مازال ساعة. طيب وقالوا لجلودهم، لجلودي بين الكسرة، لا عاد، لما شهدتم، لما ما قلش لما شهدتم، لما شهدتم علينا، ظننتم، ظننتم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أي نعم. وذلكم ظنكم، لا لا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم، كتاب أرداكم، مش أرادكم، أرداكم، فأصبحتم، فأصبحتم با، فأصبحتم با با بو بي، فأصبحتم من الخاسرين. صحيح. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. إيه؟ مش وإن، وإن يا، نون في الياء، إدغام مدغمة، وإن يستعتلوا فما هم من المعتدين. بارك الله فيك. نقرأها قراءة جماعية، الآية تضم الاثنين كل على بعضنا البعض سريعا هك. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ف
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
الله يجزاكم بارك الله فيكم. ننتقل